احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد مساء الخير عليك كابتن. كان نور زي كابتن اخبارك ايه؟ كله تمام يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ تفاصيل الواقعه دي يا كابتن او تفاصيل الغاء المباراه. والله يعني هو قبل تفاصيل الالغاء هو طبعا في نقطه بس يعني حضرتك قلتها يعني بعترض عليها بشكل كبير ان احنا اتفضل. لا هو الكلام اتقال كده كابتن. ان احنا اخصينا ان 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 في اتنين يخرجوا من الملعب لعيبه كوره، ده ملوش اي علاقه بالواقع خالص. احنا لعيب كوره زي لعيب هاند بول زي لعيب باسكت، جمهور الموضوع كان كله تحت بند جمهور. تمام يا كابتن. احنا بعد حصل الاسبوع اللي فات في مباراه سموحه ونادي الزمالك مشكله، وكان في ناس نزلت حاولت تتهجم على حكم المباراه. تمام. في اتحاد الباسكت اجتمع واخد قرار بعدم وجود اي جماهير في اي مباراه، الحضور بس يخص اعضاء مجلس الاداره. تمام. واحنا طب طبيعتنا في النادي الاهلي لو ماتش لينا مش هندخل حد، ولا حتى اولياء امور ولا اخوات ولا الصاله تبقى فاضيه خالص. تمام. من بعد الماتش اللي فات، هو قبل الماتش اللي فات حاجه عشان بس الناس تقول ليش معنى الناس لعبت في صالتها بجمهور، او هو مش جمهور برضه، هو برضه لعيبه لازم عشان كنت تحضر قبل مباراه سموحه والزمالك كنت تبقى مقيد في الاتحاد او مدرب او 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 كده. تمام. بعد مباراه سموحه والزمالك بقى في قرار جديد ان ممنوع حد يخش، حتى لو انت لعيب في قطاع الناشئين في النادي بتاعك ممنوع تخش. تمام. رحنا الصاله بصراحه ان الناس كان في تامين على اعلى مستوى من الاوتيل لغايه ملعب المباراه، لغايه ما دخلنا الصاله وما فيش اي حد في الصاله. فوجئنا بعد ما التسخين خلص والمباراه هتبدا ان في اقتحام حصل للملعب بجماهير كتيره جدا وفيديوهاتها اكيد نازله في المدرجات يا كابتن ولا الملعب؟ لا المدرجات، طلعوا مدرجات. مدرجات الملعب. اوكي. لا ما اقتحموش الملعب. تقريبا كام يا كابتن؟ تقريبا كام؟ لا كتير كتير يعني كتير. مئات يعني فاهم؟ مئات في صاله، في صاله الباسكت دي بتبقى كتيره بالنسبه لنا. تمام؟ فطبعا المراقب وقف المباراه وقال يا جماعه لازم الناس تطلع. احنا خرجنا لعيبتنا اللي هم معانا في القايمه، قال لا خرجوا لعيبتكم كمان اللي هم مقيدين في النادي الاهلي، خرجناهم بره. تمام. وبقى معانا ما فيش خالص، الناس قاعده على البنش ومعناش اي فرض. فطلب مننا طب نلعب كده، قلنا انت بتنفذ اللائحه بعد اذنك. تمام. قعدنا ساعه ونص يا كابتن فاروق عشان يتنفذ اللائحه. اللائحه ايه؟ الناس تخرج يا الماتش مش هيتلعب. تمام. تمام. لان في الاخر تامينيا جوه الصاله، هو ما فيش شرطه جوه الصاله، جوه الصاله الشرطه اخذت الفرقه خرجتها، لكن الشرطه بتامن من بره. تمام. واحنا على سبيل الهزار كل لعيبه الزمالك صحابنا كده، انتوا هتضمنوا، انتوا تضمنوا ان احنا نلعب في الاجواء دي؟ هم نفسهم ما يقدروش يضمنوا. مش حد يقدر يضمن دلوقتي انت تلعب في اجواء يتحمل مسؤوليه وجود ناس ما تعرفهاش. لو اللي موجودين دول لعيبه ناشئين او مدربين او كده خلاص يعني مننا فينا زي ما بيقولوا، عارفين بعض. تمام. لكن الوضع كان لا يخص اي لعيب كوره. اوكي. ده زي ده زي ده، ولا اسماء ولا هو موضوع بس الناس بتحب تديله تاتش كده من عندها. فطبعا الموضوع ده مش صحيح خالص، بالرغم ان حصل بعض الاسماء اللي حضرتك قلتها حصل بعض التجاوزات، والجمهور اما كان بيتلفظ بالفاظ كان نفس الكلام بيتقال. ده من اللاعبين الموجودين سواء شيكابالا او اوباما كابتن؟ بالظبط. اوكي. يعني طبعا انت الشاهد عليك يا كابتن، انت الشاهد انت في الواقع دي، فانت اللي بتقول يعني. طيب قول لي يا كابتن، يعني بعد الالغاء ده هل هيتم تاجيل اللقاء او تحدد ميعاد اخر للقاء؟ والله هو المباراه ما تمش تاجيلها، المباراه تم الغائها. الغائها خالص. وبالتالي يا كابتن النتيجه بقى للقاء ايه؟ النتيجه دلوقتي بكره في اجتماع، اللي عرفناه ان في اجتماع في اتحاد كره السله عشان لجنه المسابقات تاخد قرار في الالغاء، لان احنا جالنا جواب من اربع ايام ان اي جمهور هيقتحم الملعب يعتبر فريقه مهزوم، وتكرار الموقف دوت العقوبه هتغلط بنقل مباريات بي بي بي. فاحنا مستنيين قرار لجنه المسابقات بكره الصبح ان شاء الله. تمام يا كابتن. كابتن احمد جرحي بشكرك. كابتن احمد مدرب العام لفريق النادي الاهلي لكره السله طبعا.